السلام عليكم، مرحبا بكم الناس كل كالعادة. شحوالكم، إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم موضوع هو باش نكمل بالفيديو السابق اللي حكيت فيه على سلبيات الحياة في أوكرانيا، سلبيات العيش في أوكرانيا. اليوم باش نحكي في إيجابيات العيش في أوكرانيا، كما فما سلبيات كما فما إيجابيات. في أي دولة تلقى سلبيات تلقى إيجابيات، باش تقول الأمور واضحة للناس الكل. كالعادة نحبكم تدعموني، نحبكم تشجعوني، تعملوا كالعادة سبسكرايب، تعملوا لايك، تعملوا لايك على الفيديو. ومرحب بكم الناس كل نورت القناة، تابعوني نشوفهم بعضنا شنو هما إيجابيات العيش في أوكرانيا. عودنا إليكم من جديد. أول إيجابية إن شاء الله بعون الله أنا ألقيتها وحطيتها من الإيجابيات هي نظافة الشوارع في أوكرانيا. يكون نظافة الشوارع في أوكرانيا معناها ماهيش أوكرانيا كلها نظيفة، ولكن البرسنتاج الكبيرة هي نظافة موجودة. نظافة الشوارع في أوكرانيا ما شاء الله حقيقة جمال ونظافة. الإيجابية الثانية وهي كالتالي، هي الحرية في أوكرانيا. يعني في أوكرانيا أنت حر في الدين متاعك، حر في الثقافة متاعك، حر في اللباس متاعك، حر في العمل، حر في الأشياء اللي تحبها، أنت كل أنت حر فيها، واضح. ولكن هذا ما يمنعش اللي أنت لازمك تحترم غيرك، ما تضرش غيرك. يعني الحرية اللي أنت تاخذها في أوكرانيا مقابلها اللي أنت ما لازمكش تحاول تضر غيرك وما ما تحترمش غيرك، وهوني بسيصير تولي مشاكل. نتعدى من بعضنا الإيجابية الثالثة وهي كالتالي، هي وجود الكثرة الحدائق، يعني البارك في أوكرانيا. في كل مكان تلقى البارك في أوكرانيا، حقيقة أزهار نوار، جمال، نظافة، صغار معناها الأولاد الصغار يلقاو هوني يتفردوا، يلقى وين يعديوا الوقت متاعهم، وين يلعبوا، والأجواء ما شاء الله عالمية. وأكيد في البارك هذا تلقى العائلات الصغار والكبار موجودين، ويقعدوا ويعديوا الأوقات متاعهم، يتفرهدوا كما باش تشوفوا في الفيديو هذا. نمشي بعضنا نشوفوا عينة من البارك الموجودة في أوكرانيا. Look into my eyes and show me your adventures I haven't seen. Taking all the life, it hits the spot. Walking on fantasy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made. نمشيو مع بعضنا للإيجابية اللي هي مهمة برشا زادة، هي كالتالي، هو الحيوان في أوكرانيا. كيفاش الأوكرانيين يتعاملوا مع الحيوان في أوكرانيا؟ حقيقة من إيجابيات العيش في أوكرانيا هو لأنك تعيش مع شعب يحترم الحيوان ويتعامل معاه بطريقة، معناها بطريقة جميلة جدا، عبارة نوعا ما اللي هو يتعاملوا معاه كطفل صغير.
حقيقة من أدوية، من نظافة، من لباس، من أكل، من شرب، ما شاء الله. معناها الموضوع هذا اللي يجي أوكرانيا باش يلاحظوا بطريقة معناها كبيرة برشا. في أوكرانيا برشا ناس يحترموا الحيوان ويحبوا الحيوان، يتعاملوا معه على أساس هو طفل صغير. نتعداو بعضنا الإيجابية الأخرى، هي آخر إيجابية في أوكرانيا حقيقة، اللي هي برشا ناس اللي هما تهمهم برشا زيادة. الإيجابية هذه هي احترام الناس، احترام الأوكرانيين للأجانب. حقيقة أنا من جيت لأوكرانيا ما فماش حتى شخص معناها ما احترمنيش، ما فماش حتى شخص معناها حاول معناها يعمل أشياء مثلا يضرني، ولا أشياء اللي هي معناها كعنصرية وكأشياء معناها في الموضوع هذا. أوكرانيا هي نسميها أنا بلد شعبه يحترم معناها الجنسيات الأخرى. حقيقة هي الحاجة اللي أنا حطيتها إيجابية جدا جدا في أوكرانيا. كي أنت تبدأ ماشي في أوكرانيا، تتجول في أوكرانيا، حتى شخص ما يغزلك مثلا ويقلقك في نظرته، ولا يسألك ويكلمك يقولك أنت منين، من أين أنت، فاش تعمل، الأشياء هذه كل ما هيش موجودة أنا ما حصلتيش في أوكرانيا. هذه من إيجابيات الحياة في أوكرانيا، الناس تحترمك في أوكرانيا. وحقيقة هذا عشت وأنا، ممكن صادفت شخص أو شخصين أو ثلاثة، لا ما عنديش حتى فكرة. ولكن من إيجابيات العيش في أوكرانيا اللي هي الأوكرانيين يحترموا الجنسيات الأخرى، يحترموا الديانات الأخرى، ما عندهمش حتى إشكالية مع شخص. واضح، تتجول في أوكرانيا، تعيش في أوكرانيا، حتى شخص ما عنده دخل فيك، لا ينظر لك إلى شكلك أو إلى لونك. المهم إن شاء الله يكون الفيديو هذا عجبكم، من إيجابيات الحياة في أوكرانيا كما شفتوا في الفيديو السابق اللي هو سلبيات الحياة في أوكرانيا. حبكم تدعموني، تشجيعكم مهم برشا.